لكن ليش هالضجة كلها؟ ما في شيء أغا. ولك أعرج، أنت ليش واقف هون؟ مو لازم تسمدوا الأراضي؟ شو صار فيها؟ روح تابع الموضوع، لازم أنا أقول لك؟ ماشي أغا، عندي شغلة بسيطة، رح خلصها وبروح بشرف عليها. هذا كله شغلك، كيف بتلهي حالك؟ فضينا كل البيوت أغا، ما ضل حدا فيهم. برافو عليك، جبت الشيء اللي قلت لك عليه؟ ايه جبته أغا، وهو بذاته اللي بنجيبه كل سنة. طيب رشه بكل الغرف والزوايا، ما بدي حشرات هون تأذينا أبدا. على راسي أغا. زيدان لوين رحت يا ابني؟ لوين رايح زيدان؟ عرفوا مكاني خالتي، ما فيني ضل هون. حتى لو عرفوا مو مشكلة، ما تاكل هم زيدان، الأعرج ما رح يحكي لراسم آغا شي. تعا ابني تعا. وقفي خالتي وقفي، على مهلك. الأعرج ما رح يقول لراسم آغا شي، ما رح يحكي، وحتى إذا حكى أنا بحاكي بشرح له كل شي. طول ما أنا هون ما حدا بيقدر يعمل لك شي، لا تخاف أبداً. بعد كل هالسنين لقيتك، معقول اتركك بعد هلا؟ خالتي خالتي عزيزة، شو قلتي؟ والله ما فهمت ما فهمت. سنين شو قصدك؟ يعني كل هالشي اللي صار معك بس كرمال تساعد ابني. تمام خالتي، ما دام بدك هيك مو شغلة، مثل ما بدك. والله على حماية حميتيني، بس أنا بدي شغلة صغيرة منك. تفضل ابني قول، لا تتردد. خطفت راسم آغا حتى لاقي أهلي يا خالتي، بس هرب من بين إيديي، وبهالحالة ما فيني أخطفه مرة تانية. بركي أنت بتوعي بالحكي، معليش خالتي، يعني بركي بيكون بيعرف شي. تمام خلص إن شاء الله. شكرا لك، الله يخلي لنا ياكي. آخ يا ابني آخ، كيف رح أقلك إنه أنا أمك؟ ولا تدور على الفاضي، كل هالسنين عم بتعذب لأنك مو موجود يا أمي. كنت بعرفك ميت، دخيله اسمه الرب بعت لياك إلي بعد كل هالعمر هاد. بس شو الفائدة؟ ما فيني أقلك إني أمك. دخيلك يا ربي، انت من عندك عطيني الصبر والقوة، دخيلك ترجع لي ابني غسان سالم. وينك انت سمية؟ اطلعي لبرا شوي كرمال الله. العم على هالشغلة كمان مو لحالة، لا هيك ما رح يمشي الحال، لازم لاقي طريقة حاكية فيها. يلا شباب خلونا نروح نتسلى شوي. إذا فتحتوا بوابكم لهدول المساكين رح تكون عملتوا خير كتير. شو هالشغلة سيدي؟ بيتفضلوا على عيننا وراسنا، ابعتوهم كلهم بيقدروا يضلوا هون. ولك القائم مقام وين ما رحنا بيطلع قدامنا.
خير يا آدم؟ شو بدهم منك؟ بدهم يجيبوا سكان الضيعة اللي تم إخلاءها لهون. المساكين بقيانين من غير بيوت وشغل. لا تتحركوا، فتشوا البيت يلا. شو عم تعملوا؟ ليش لحتى تفتشوا البيت؟ ماما أنا خايفة. ولك شو شغلك أنت مع التنظيم ها؟ أنا مالي علاقة بالتنظيم بنوب، وعامل فيها إمام. أنت كيف إمام ولك؟ شكلك كذاب. ما دام ما دخلك فيهم مبارح ليش كانوا هون؟ عامل لي إرهابي أنت ها؟ أنا ما دخلني فيهم وما ساعدتهم أبدا. هلا انتهى أمره. سيدي لقينا هدول جوا. ما بعرف شي عن هدول، هي حيلة. ولك انت على مين عم تكذب يا عديم الأخلاق؟ وقفوا لا تحركوا. احكي لشوف كيف عم بساعدهم. عم بجيب لهم مصاري ولا رجال؟ لك احكي يا حيوان. انا ما عملت شيء، هاي لعبه. لا اتركوني اتركوني. عم لك اتركها. اتركوها اتركوها. بعد بعد لا تعمل هيك. لك لا تعمل هيك. هلا يا افندي رح ارجيك كيف تتعامل مع التنظيم. عم لك اتركها. ماما اتركوها. اتركوني بحالي. ماما اتركوني بحالي. انتم مستحيل تكونوا بشر. ما عندكم اخوات ولا نسوان. وليه؟ ماما وقف مكانك. لك اتركها. خذوها من هون ودوروا فيها كل الضيعة. اتركها. عملك اتركها. خلوا الضيعة تعرف شو يعني انك عم تتعاون مع التنظيم. الله لا يوفقكم. الله لا يوفقكم. الله يوفقكم. لا 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 تعملوا هيك. انتم ما عندكم شرف ولا اخلاق. الله يوفقكم. في رجال بمد ايده على مرأة. الله يوفقكم. اتركوني. لا تعملوا هيك. اتركوها. اتركوني. اتركوني. ولك انتم مو بشر ولا رجال. ولك انتم حيوانات. حيوانات. قوم يلا قوم. اتركوني يا حيوانات. قوم قوم قوم. هاي نهاية اللي بيساعد التنظيم. انتو كمان شوفوا نهاية الإرهابيين. امشي يا امشي يلا. امشي معي يا الله. سمية سمية. أنا ما قلت لك لا تجي؟ شو عم تعمل هون؟ تعي خلينا نهرب ونروح من هون. بما أنه منحب بعض ليش لحتى تتزوجي حدا تاني؟ عرسي قريب يا غسان، وهذا الموضوع صار مستحيل بعد هلأ. بدك أهرب وبهدل أبي بالسمعة الوسخة؟ بعدين ما رح يسمحوا لك تعيش. نحن ما عاد إلنا أي أمل بعد هلأ. تقبرني. روح روح قبل ما توقع المشاكل. أعطيني بس دقيقتين يا سمية، عندي شي رح قلك ياه، بس لازم أحكي معك على الانفراد. مستحيل غسان، أنا رح أتزوج، رح صير على ذمة حدا تاني. يلا روح بقى، روح قبل ما يصير في دم بالموضوع. زر باني برخان الله برجلان وعن برجلان.
تشاري ارهابي امسكوه انا بني بيرزا ورد لا روي ورد لا روي ورد لا داقي جرد لا روي جرد لا روي انا بني برزالما ورد لا روي ما رح تتزوجي حدا تاني سمية انا ما حكيت بس بتقول رح تحكي بتقول رح تحل هذا الموضوع شو عم تعمل عندك؟ عم رش مبيد يا خالتي كرمال الحشرات عم ترش بكل الغرف؟ ايه الغرف اللي فوق خلصت بعد شوي رح انزل لتحت زيدان جايين لهون تعا ابني قوم يلا تعا 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 ماشي 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 خالتي ايه. عزيزة حود شفتي لي بتقول؟ لا ما شفتها غسان؟ رجعت لك هون؟ لازم احكي معك بشي مهم كتير طيب تعا ولك لشو عم تخطط هاي المرة؟ خلصنا من هي كمان رفيقك هون أنو رفيق؟ زيدان خالتي مخبيته بالغرفة المهجورة نسيري هالموضوع هلأ بدي أحكي معك بشي تاني بدي أطلب شغلة كتير مهمة منك إذا قلتي إيه رح أنبسط بس إذا قلتي إيه أو لا لا تحكي هذا الحكي لحدا شو هو احكي يلا بتعرفي سمية بتول؟ البنت اللي بحبها أصلا مين ما بيعرف كل الناس بتعرف وصلني خبر عم يقولوا أبوها بده يزوجها بالقوة بدي منك شغلة واحدة بتقول
كرمال الله روحي لعندها ووصلي لها خبر مني. قولي لها خليها تستناني بنفس المكان وهي بتعرفه. اليوم بالليل رح أحاربها. تمام. شو صار لهي كمان؟ زيدان لكان زيدان هون. لك هذا شو عم يعمل بالبيت عندي؟ لشو عم تخطط هاي عزيزة؟ أم وابنها رح يحاولوا يقتلوني، يعني أنا اللي رح أقتلكن. شكراً لك خالتي، لولا شوي كان كشفني. العفو يا ابني. قدرتي تفهمي لي شي شغلة من راسم آغا؟ إذا بيعرف شي عن أهلي يعني. لا ابني، ما سألته. يسلمون خالتي. الحمد لله أنه لسه ما قالت له. ولك زيدان، هلأ وقعت بيدي، رح تموت قبل ما تعرف هذا السر يا واطي. غسان، بأي وجه أنت بالبيت؟ بدي أسألك، يعني البيت مو إلي؟ أمي وينها؟ أمي؟ استغفر الله. أمي؟ ابني؟ غسان؟ أمي. لك كيف تراجعت عن عندك آه؟ كيف رجعت آه؟ لكان تركوك ما هيك؟ ما تركوني، هربت يا أمي، هربت. آه رح يزوجوا سمية، إذا ما عملت شي سمية رح تروح مني. لكان راسم آغا مو هو اللي عمله؟ يعني مو هو اللي ساعدك؟ راسم آغا شو يا أمي؟ سيلي هذا الزلمة، إذا بيطلع بإيده بيقتلني هو قبل الكل. شو بدي أعمل أنا هلأ؟ ما رح تقولي لزيدان أنه بتكوني أمه مهما صار ومهما جرى، مفهوم؟ الله والقرآن يلعنوني إذا بحكي شي. أنت بس ساعدهم، وأنا ما رح أقول لزيدان أنه بيكون ابني أبدا. شو بدي أعمل أنا هلأ؟ أنتوا تظروني هون، راجع فورا. الحمد لله بالنهاية رجع لك عقلك. ما ولك شو بدي أعمل أنا هلأ؟ اليمين اللي حلفته ربط لي إيدي ورجلي، ما رح أقدر أقول لابني إنه بيكون ابني معقول يا ربي. بس راسم آغا ما وفى بوعده إلي، أحسن شي اسأل الشيخ. معناها هالتنظيم ما خلص على هالواطي، بس أنا رح أخلص منه، رح أخلص من اثنين وبأسرع وقت. ألو عدنان بيك، عندي إخبارية إلك. متخبي ببيتي اثنين من الإرهابيين القديمين، واحد منهم زيدان والتاني غسان، هنن هون. تعالوا بسرعة خدوهن اثنيناتن. تمام راسم آغا، جايين فورا. طاولة برا ولك، بدنا نفتش هلا. اطلعوا يلا اطلعوا. امشوا يلا. ايه رح ناخد العائلات ورايحين. ايه ايه باصين صغار بكفونا، رح ننقل الناس للضيعة اللي جنبنا. تمام دكتور. تمام. طارق دكتور طارق، الضيعة اللي جنبنا انتهت طارق بيك. ليش؟ الإمام تراجع وهو بعت لنا خبر، قال اصحكن يجي حدا. بس كيف صار هيك؟ كيف تراجع فجأة؟ عدنان ورجاله راحوا على الضيعة وبحجة انه بيساعد التنظيم شلحوا مرته للزلمة ودوروها بكل الضيعة وزلوها، وبعدين اعتدوا عليها قدام الكل. الله يلعنون، كيف صار هذا الشيء؟ ليش عم يحولوا الناس العاديين لناس ظلام؟ Thank you.
يا ربي أعطيني قوة لحتى أتحمل. جلالتك بتقول تحاموا فيني بالصبر والصلاة، وأنا عم بلجأ لك. يا الله ساعدني، ساعدني لأتحمل. الناس اللي عملوا بمرتي هيك ودوروها بكل الضيعة عريانة، خليهم يدوروا جوات نيران جهنم وما يطلعوا منها. يا ربي مين في هنيك؟ أنا شيخنا عزيزة مرته لراسم آغا، جيت لحتى أسألك عن شغلة. يا ريت تسألي بعدين خالتي. لا تعمل هيك يا شيخنا، جاي مسافة طويلة وكتير مستعجلة، الموضوع مهم. تفضلي. حلفت يمين على القرآن بس ما وفى بوعده، كان بده يعمل لي شغلة بس ما عملها. هلأ إذا نقضت اليمين الله بيحاسبني عليه؟ لا خالتي، إذا الشرط انتهى فلا عقاب عليه، بس إذا بدك تكوني مرتاحة فصومي 3 أيام عنه. شكراً لك يا شيخنا، الله يخليك ويديمك، يسلموا. بابا؟ بابا؟ بابا شو عم تعمل هون؟ أمي حملت حالها وراحت، كانت مثل المجنونة تحكي مع حالها، بدي لاقي مي، بدي لاقي مي وراحت. ليش ما خبرتوني؟ إمتى راحت؟ أنا لحقتها كتير بس ما وقفت، راحت باتجاه الجبل. ضل شوي يا ابني، رح ينتهي وقت الحسرة، أمك رح تلحقك وتقلك كل شيء. بابا، بابا. يا ربي دخيلك، شو صاير يا ترى؟ ليش هيك عم يركض الشيخ؟ مي، بدي مي نظيفة، بدي مي نظيفة. لازم ما شافت عين بشر، لازم ما شافت عين بشر، لازم ما شافت عين بشر أبدا. مي، بدي مي، بدي مي، مي نظيفة. والله سمعت صوتها، مي نظيفة، مي نظيفة. رح تنظف ذنبي، مي رح تنظفني، المي اللي رح تنظفني. مي، مي، انتي رح تنظفيني. لقيتها، لقيتها. مي، مي، رح تنظفيني، انتي رح تنظفيني، انتي رح تنظفيني. ماما، نسيمة، نسيمة. ماما، ماي، نسيمة. يا ماما، يا الله، يا الله. ماي نظيفة، يا الله. نسيمة،
زيدان انت هيك مفكر؟ نيناتكم مقبوض عليكم. خليل، غسان، خليل، غسان، اصحك تفكر تعمل اي حركة. كافي، اتركني ولك. واطي واطي، هذا الاسم لابق لك كثير. ما لا تاكل هم، بس نروح بنسميك اسمي بالبالك انت كمان. شو بدك منا هلا؟ خلصوا لك، لا تسمعني صوتك يا خاين. هربت من عسكرية الدولة وطلعت على الجبل، ومن دون ما تستحي لساتك عم تحكي؟ أنا بعرف مين أنتو مع مين متعاونين، كله شفته بعيوني، كلكن مثل بعض. أنتو الإرهابيين الحقيقيين الأصليين. زكي شو صار؟ لك عدنان ورجاله هون جايين ياخذوا غسان وزيدان. دخيلك يا ربي. اتركوا لك. اتركوا ولادي ولك. اتركن، اتركوا ولادي أحسن لك. خالتي بعدي، لا تعملي هيك، هدول خوني وما رح يشفقوا عليكي. امشوا، ايدك على المرا ولك. يلا لك اتركوا ولادي، عمل لك اتركن. يلا امشوا. ما بتركن ياخدون، ما بتركن. امشوا، يلا تحركوا. وقفوا، عمل لك وقفوا لك. تركوا ولادي احسن لك، والا بقوصك انت وياه. عم قل لك اتركن، والله بقوصك. ليك شوف على اللي عم تعملوا هالمجنونة، هالغبية رح تخرب لي كل شيء. اهدي شوي، رح أترك ابنك بس لازم أخذوا الهدى. بظن ما رح تبهدلي حالك كرمال هالزلمة. هو كمان ابني. لا تعملي هيك يا خالتي، رح يقوصوكي، والله بيقوصوكي. خليهم يقوصوني، انت كمان ابني. اللي عم تعملي غلط. ليك هيك ما رح اترك زيدان ابدا. لسه عندك امل تنقذي ابنك، بس نزل السلاح. انا ما رح انزل السلاح قبل ما تترك الاثنين. عزيزه شو عم تعملي؟ انت جنيت شيء؟ اتركي هالسلاح يا مرا. عزيزه اتركي. واطي. تركي تركي خالتي عزيزة، تركي. تركني تركي خالتي، تركي تركي غسان، تركي يا خالتي، تركي سلاح. زيدان هرب، امسكوه. تركي بقى العمى، حول حول، يلا الحقوا زيدان بسرعة. هاول هاول زيدان، وقف عندك. عزيزي انت جنيتي، شو اللي عم تعملي؟ لك اتركني بقى، اتركني، انا رح ساعد ولادي. اتركني احسن لك، اتركني، بدي ساعد ولادي يا راسم. اتركني اتركني بقى. انت مو حلفتك يمين يا كذابة، مو على اساس ما رح تحكي لزيدان شيء. انت كنت رح تجيب لي غسان يمين بشرط، انت ما وفيت بوعدك واليمين صار باطل، فهمت؟ اتركني بقى يا زكي الأعرج. حلمي تفضل يا أغا، روحوا انت وياه ولا ترجعوا على المضافة من دون ما تقتلوا هذا عديم الشرف زيدان. فهمتوا علي انتوا اثنين؟ إذا ما قتلتوا لهذا الكلب أنا اللي رح أقتلكم لحتى تكونوا عارفين. يلا روحوا. أوامرك أغا. إذا عرف زيدان إنه بيكون ابن هذا البيت، والله لحتى تكون نهايتي بقرب وقت، يعني رح يتحقق الحلم اللي شفته.
والله هذا الفاطمة رح يشفى علي ورح يقتلني بأرضي. دخيلك يا ربي، دخيلك ساعدهم، احمي ولادي يا ربي. وين راحوا يا ربي؟ ولك شو هالشغلة؟ كنا رحنا فيها. شو عملت بتول يا ترى؟ قدرت تحكي مع سمية؟ بتعرفي سمية يا بتول؟ البنت اللي بحبها الليلة خليها تستناني بنفس المكان اللي بتعرفه هي ولا تتأخر. اليوم رح حربها بالليل. تمام. لا حول الله، شو صار لهي كمان؟ لكن هيك بدك يعني إلا ما؟ بعتني إلا غسان منتظرك بالخراب القديم اللي كنتوا تجتمعوا فيها؟ لكن بدك سلمك لسمية بإيدي التنتين مو هيك؟ آه يا غسان آه، أخ يا سمية أخ، دمرتي لي حياتي. العوض بسلامتك. الله يصبركن. يلي انتو فيه مانو سهل ابدا. عن جد زعلت كتير. زعلت لك عم. وكتير كمان. على شو زعلت يا سيدي؟ هذا الوضع وهدول البشر شو بيكونوا بعين الدولة؟ إلنا أهمية قد ما الحيوان إلو أهمية؟ شو هالإنسانية يلي عندهم؟ ليش ليبهدلوا مرتي هيك؟ ليش لحتى يبهدلوا شرفي وسمعتي وجننوا المرأة؟ آه؟ شو عملت له النسيبة؟ شو كان ذنبها بهالدنيا؟ هاي الدولة ما بترحم أبداً؟ ما عندكن شفقة بنوب؟ اللي أنت يا سيدي كلامي في شي غلط؟ مفكرين إني رح ضل واقف عم بتفرج؟ ما رح حاسبن على اللي عملوه؟ اللي عملوه بنسيبة رح حاسبن عليه واحد واحد من دون ما أرحم حدا. معك حق باللي قلته، بس هدول ناس تغلغلوا بالدولة، بيني وبينك، بين الكردي والتركي، بين الدين والإيمان، هدول بيكونوا خونة للبلد ولكل شي في مصلحة البلد، بس من المستحيل إنهم يكونوا من الدولة. أنا كمان موظف بالدولة، بس ليكني جيت لعندك، جيت لأطلب المساعدة منك، جيت مشان ساعدك، جيت لهون لحتى أعتذر، جيت حتى أبكي أنا وإنت مع بعضنا. أنا كمان مثلك، أمي وأبي بيكونوا أكراد، بس أمي هي واحدة من النساء اللي تعذبوا على إيد هدول الظلام يلي مثل مرتك، والتاني بيكون الممثل والوحش اللي عم يعمل هالشي. شيخ آدم، نحن الحل. هدول عم يعملوا هيك كرمال تنضموا للتنظيم، بس نحن منقدر نقاومهم يا شيخ آدم. لا تحكي على الفاضي يا سيدي، أنا شفت اللي شفته. بعد هلأ أنا من رجال التنظيم، والدولة ما إلها شي عندي، وأكبر عدو إلكن هو أنا. يلا يا بنات. رجاء لا تعمل هيك، رجاء. معقول حضرتك تفكر بهالطريقة؟
رجاء بس اسمعني. سيادة القائم مقام، أنا قلت لك اللي عندي، وبدل ما تجيب اللاجئين لهون روح لاقي مكان تاني من اليوم ورايح. ما رح حرك أي ساكن كرمال مصلحة الدولة لو مهما صار. يلا بالسلامة. يلا يا بنات. كيفك خالتي؟ قلي لي سمية بالبيت؟ ايه بالبيت. شو بدك منا؟ لا تكوني جايبتي لها شي خبر من هذا غسان الواطي. لا خالتي لا تحكي هالحكي ابدا، بنت مخطوبة شو بدي جيب لها اخبار يعني؟ معقول هيك شي؟ والله عيب. خالتي انا اجيت مشان شوفها بس، بالاذن رح شوفها اذا جوا. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. الف مبروك يا بنتي. ألف مبروك، تتهني حبيبتي. آه يا غسان آه، يا ريت لو ما طلعت على الجبل. كل يوم بقول إنه اليوم رح يخبرونا إنك متت وما عدت موجود. ما دام بتحبني ليش حتى تطلع على الجبل؟ كنت هربتني؟ هاد موت وهنيك موت، على الأقل كنا متنا سوا. بتول ليكون في أخبار مميحة عن غسان؟ قولي إذا صار له شي بالجبل بتول. قولي. لا سمية ريحي بالك، غسان رجع من الجبل بألف خير وسلامة وما عاد يرجع. ألف شكر يا رب. بس بعت لك خبر معي. شو قلك بتول؟ احكي. قال لي رح ينتظرك بالخرابة القديمة اليوم بالليل. دخيلك يا ربي، انت بعت لي اياه بخير وسلامه لاني بحبه. قولي له رح روح ولا عاد يطلع على الجبل ابدا، خليه يستناني. ماشي. خير ان شاء الله. ليش اجت هي؟ ليش بدها تجي يعني؟ اجت حتى تشوف جهازي. لا تكوني لساتك عم بتشوفي هذا الكلب تبع الجبل غسان. ليك اسمعيني يا سمية، إذا في من هذا الشيء أنتي وغسان كمان وأبوه والكل رح تتبهدلوا يا بنتي. عقلي وعرفي كيف تتصرفي، لا تفتحي على حالك بواب أبداً، اليوم عرسك. لا أمي، غسان مين؟ هذا الموضوع انتهى، غسان لساته بالجبل، فكرة رح يصل بعد شوي وأنا رح جهز حالي. سمعتيني يا سمية؟ لا تعملي لي مشاكل. غسان انتظرني، جاي لعندك. رح أهرب من هون قبل ما يصير عرسي. بخيلك يا ربي، ليش هاد ما عم ينفتح؟